حنايا كرابطه وقفنا مع الانديه وخلصنا في الحقوق تاعهم، اللي رغم المتعامل تاع الجزائر تي في لم يعني ما وفاش بالوعود تاعو تجاه الرابطه المحترفه، ولكن الرابطه المحترفه ب محاميها رفعت دعوه قضائيه ضد هذا القناه، و يعني كخطوه اولى يعني ربحناهم، وربحناهم ماشي الا في التعاملات، العقد كامل حوالي 29 مليار سنتيم. نعطيكم هكا يعني ان شيفر رون، ما نروحوش في تقريبا.